يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الشابتر بتاع النهارده بقى ان شاء الله هناخد انستولينج باكجز، انستولينج اند ابديت سوفت وير باكجز. لو انا عندي باكج معينه او برنامج معين وعايزه ان انا اعمل له انستول في البدايه، بس هنتكلم قبل ما نتعلم ازاي ان انا انستول الباكج، ازاي بس ان انا اسبسكرايب مع موقع ريد هات. ليه؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان النسخه ذات نفسها فور فري، لكن لو محتاجه دوكيومنتيشن او تريننج او ابديت المفروض ان انا اساسا اكون عامله سبسكريبشن مع موقع ريد هات. ازاي؟ في تول بسيطه جدا اسمها سبسكريبشن داش مانجر داش يو اي، سبسكريبشن داش مانجر داش جي او اي. دي تول جي او اي بسيطه كده، كده طولت قوي لغايه ما ربنا يقومها بالسلامه. ممكن ان انا اجيبها بالامر ده، او ممكن برضو من ابلكيشن سيستم تولز وبرضو اقول له ريد هات سبسكريبشن مانجر. يا مالها وقفت كده دي مره واحده، احنا لسه بنقول ايه هادي. لغاية ما ربنا يقومها بالسلامة بقى. هي زي ما اتفقنا كده هي عبارة عن تول جي او اي بسيطة. وزارد نيكست، هبدأ ان انا اكتب فيه اليوزر نيم والباسورد اللي انا اوريدي جايباهم من موقع ريد هات، ونيكست ويعمل لي سبسكريبشن. تمام. او ممكن كمان ان انا كنت اعمل سبسكريبشن عن طريق الامر ده، سبسكريبشن داش مانجر داش ريجستر داش ماينس ماينس يوزر نيم، واكتب له اليوزر نيم ماينس ماينس باسورد، واكتب له الباسورد اللي انا جايباه من موقع ريد هات. يا اما دي يا اما دي. نسيبنا بقى من الكلام ده، كده كده النسخه بتاعتنا احنا مش شارينها. نبدا بقى في شغل الجد، ازاي ان انا انستول سوفت وير. دايما انا عندي طبعا، احنا كنا قلنا يعني في تو فليفرز من اللينكس او تو ديستريبيوشنز من اللينكس مشهورين جدا، اللي هي العائله بتاعت الريد هات والعائله بتاعت الديبيان. تمام. على سبيل المثال ريد هات، فيدورا، سنتوس، كل دول اساسا البرامج بتاعتهم او الابلكيشنز بتاعتها الامتداد بتاعها ار بي ام. ار بي ام اختصار ريد هات باكج مانجر. طب والعائله الثانيه اللي هي الديبيان والاوبنتو، الامتداد بتاع البرامج بتاعتها او الباكجز بتاعتها ديب، اللي هي ديبيان. تمام. ازاي دلوقتي لو انا عندي باكج ار بي ام اعمل لها انستول؟ اولا تعالوا نشوف كده مثلا منظر كده، التول اهي فتحت، دي التول اللي كنت بقول لكم عليها بتاعت السبسكريبشن. هقول له بس ريجستر. تمام. نيكست، ولو في بروكسي طبعا هكونفيجره. نيكست. المكنة تقلب لي كده. هي عموما نيكست جاية هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد، كده كده انا مش انترستد فيها. بوز نجرب بقى دلوقتي كده ازاي ان انا انستول برامج. على سبيل المثال الاسطوانه بتاعت ريد هات فيها فولدر كده اسمه باكجز او دايركتور اسمه باكجز، فيها مجموعه كبيره جدا اساسا من البرامج او الباكجز. تمام. طب انا عايز اعرف مسار الاسطوانه فين. دي اف ماينس اتش بيجيب لي كل البارتيشنز اللي معمول لها ماونتنج. احنا قلنا قبل كده كلمه ماونتنج معناها اللي هي موجوده تحت مين؟ تحت دايركتوري. على سبيل المثال سلاش ديف سلاش اس ار 0 دي الاسطوانه معمول لها ماونتنج تحت مين؟ تحت ران ميديا روت، وهي دي فعلا الاسطوانه ريد هات بتاعتي. انا عن نفسي مش بحب المسار ده، فبعمل لها ماونتنج بايدي سلاش ديف سلاش سي دي روم. انا عايزه احطها تحت سلاش ميديا. ايه ديف سي دي روم؟ احنا كنا قلنا قبل كده ان في قاعده مشهوره جدا عندنا في لينكس بتقول ايفري ثينج از ا فايل، يعني حتى السي دي روم اساسا بيعتبرها فايل وبيحط لها لينك تحت او بيحط لها فايل تحت سلاش ديف.
ما ينفعش ان انا اكسس سلاش ديف دايركت، ما ينفعش ان انا انزل تحت سلاش ديف سلاش سيدي روم، فانا بعمل لها ماونتنج تحت اي مكان تاني. انا دلوقتي عملت لها ماونتنج تحت مين؟ تحت ميديا. فلو جيت هنا قلت له سي دي تحت ميديا بي كابيتال، احنا عارفين ان لينكس اساسا كيس سنسيتيف، انتر. لو قلت له هنا ال اس، واو، كل دي مجموعه كبيره جدا منين؟ من الباتشز. مثلا طول زي مثلا هحتاج كمان شويه النهارده باذن الله طول اسمها اف تي بي، او للدقه اسمها في اس اف تي بي، فيري سكيورد اف تي بي. من الاخر كده احنا عارفين ان بروتوكول الاف تي بي ده بيعمل لي ايه؟ ده المسؤول عن عمليه الداونلود والابلود. بس البروتوكول ده دلوقتي نوت انستولد باي ديفولت، مش انستولد عندي، الباكج بتاعته الار بي ام 100 بتاعته مش متسطبه باي ديفولت. تمام، اعمل لها انستليشن ازاي؟ ممكن على فكره طريقه بسيطه جدا ان انا انزل اساسا تحت الاسطوانه، هي اساسا موجوده عندي هنا تحت باكجز، تحت فيري سكيورد اف تي بي، دي الباكج بتاعتي، دبل كليك ممكن دي تقيله قوي اللي كده. وابدا ان انا اقول له انستول. بس انا دلوقتي مش عايزه اعمل لها انستليشن بالطريقه دي، تمام، خصوصا كمان ان الطريقه دي احنا شفنا في اول يوم عندنا خالص في الكورس ان لو الباكج دي معتمده على ديبندنسز ثانيه على باكجز ثانيه مش هيرضى ان هو يعمل لها انستليشن. تمام، طب في طول ثانيه زي ما اتفقنا اللي هي ار بي ام، عشان انستول الباكج هقول له ار بي ام مسافه اي في اتش، اي يعني انستول، وكان كفايه ان انا اكتب الاوبشن ده. بس انا بفضل ان احنا نكتب كمان معايا الاوبشن بتاع في والاوبشن بتاع اتش، وهي بقت خلاص دباجه كده احنا حافظينها على بعض، ار بي ام مسافه اي في اتش. في يعني فيربوس، يعني ايه؟ يعني لو في اي مشاكل مثلا او يخليه انتر اكتف معايا، عمليه الانستليشن تكون انتر اكتف معايا. تمام، اتش اتش يعني ايه؟ يعني هيظهر لي عمليه الانستليشن على هيئه هاشات، كام في الميه على هيئه هاشات، مسافه اسم الار بي ام 100، في اف فيري سكيورد اف تي بي، بالتاب انتر، بيقول لي دلوقتي ان هو بيعمل لها بريبيرنج، بيعمل لها انستليشن، هو ده الاوبشن بتاع مين؟ الهاش. تمام، عايزه اتاكد الباكج دي فعلا انستولد عندي دلوقتي ولا لا. عندي امر اسمه ار بي ام مسافه كويري اول، كويري يعني اعرض لي كل الباكجز اللي انستولد عندي على السيستم بتاعي، انتر، كل دي باكجز انستولد عندي. طب انا عايزه دلوقتي اعرض الباكج بتاعت الاف تي بي، ممكن ان انا اجرب ماينس اي اللي هي كيس انسنسيتيف اف تي بي، جاب لي فعلا اي سطر فيه كلمه اف تي بي، وقال لي فعلا ان الباكج عندي بقت انستولد. تمام، طب سي ان انا عايزه دلوقتي اعمل ان انستول للباكج دي، هقول له ار بي ام ماينس اي، ايه يعني ان انستول؟ تمام، اللي هي الاختصار يعني اريز، يمسح. وانا بعمل اريز مش مضطره ان انا، او حتى مش مضطره، ده ما ينفعش ان انا اكتب اسم الباكج الكامل بالامتداد بتاعها ار بي ام، ده انا كفايه بس ان انا اقول له في اف في اس اف تي بي. طب هو ما ادانيش ايرور ولا اي حاجه، يبقى معنى كده ان الباكج بتاعتي فعلا اتعمل لها ان انستول. ايكو اس دولار ساين علامه استفهام زيرو، يبقى معنى كده فعلا ان الامر اترن بطريقه سليمه. لو جيت دلوقتي اكويري على الباكج، قال لي ايه؟ ان الباكج سوري اكويري على الباكج المفروض يديني فاضي، ما يجيبليش اي حاجه خالص، لان الباكج بتاعتي فعلا دلوقتي بقت نوت انستول. تمام، طيب من ضمن الاوبشنز برضو اللي احنا ممكن نستخدمها يو في اتش، يو كابيتال، يو كابيتال معناها ابديت، يو كابيتال معناها ايه؟ ابديت. يعني ايه ابديت؟ يعني هيعمل لها انستليشن، تمام، وابديت لو هي نوت انستولد، لو ما هياش انستولد هيعمل لها انستليشن وابديت. تمام، افرض ان هي ما كانتش انستولد زي ما اتفقنا، يعمل لها انستليشن وبعد كده يعمل لها ابديت، نكويري كده عليها فعلا دلوقتي بقت انستولد. طب نشيلها تاني، في عندي اوبشن تاني اسمه اف كابيتال،
بدل يو كابيتال في عندي اف كابيتال. ايه الفرق ما بين اف كابيتال ويو كابيتال؟ الاثنين بيعملوا لي ابديت، بس اليو كابيتال بيعمل ابديت للباكج بتاعتي ويعمل لها انستليشن لو هي نوت انستولد، لكن اف كابيتال بيعمل لها ابديت لو هي بس انستولد، لكن لو هي نوت انستولد مش هيعمل لها ابديت. فعلا دلوقتي لو جيت اقول له كويري كده ما جابليش اي حاجه، وحتى ما جابليش هنا اي هاشات مثلا ان هي بيتعمل لها انستول دلوقتي. تمام كده احنا اتعلمنا ازاي ان انا ممكن انستول الباكج بتاعتي، وازاي برضو ان انا اعمل لها اريز او ريموف. طب سي دلوقتي ان انا مثلا عايزه اكويري مثلا على الباكج دي ليست الفايلز بتاعتها. لو انا دلوقتي الباكج بتاعتي انستولد، لو الباكج بتاعتي انستولد ممكن اقول له كويري ليست اسم الباكج بتاعتي vf vs ftb. تمام انتر. قال لي لا سوري الباكج بتاعتك نوت انستولد. طيب لو كانت انستولد دلوقتي هيجيب لي كل الملفات بتاعتها. تمام طب افرض ان انا عايزه ان انا اكويري على باكج نوت انستولد، يبقى هقول له في الاول بي كويري باكج ليست، وساعتها طالما هي نوت انستولد المفروض ان انا بكتب له اسم الباكج كامله بصفه عامه. بقى باكج نوت انستولد بكتب له اسم المسار بالكامل، باكج انستولد اساسا بكتب له اسم الباكج بس انتر. قال لي كل دي الملفات بتاعه الباكج دي، سواء بقى ملفات الكونفيجريشن، سواء ملفات اللايبراري، سواء ملفات الشيرد بتاعتها، الشيرد دوكيمنت بتاعتها، سواء ملفات الداتا بتاعتها، بيجيب لي كل معلومات عن ايه؟ عن الباكج دي. بس اتفقنا تاني هو دلوقتي جابها لي لان الباكج دي نوت انستولد فلازم استخدم الاوبشن بتاع بي. طيب لو الاوبشن لو الباكج بتاعتي انستولد نعمل لها انستليشن كده بسرعه. لو جيت دلوقتي اكويري عليها vf ftb دي انتر، فعلا سوري دي ايه انا كتبت دي بس في الاخر كمان غلط، فعلا دلوقتي الباكج بتاعتي عمل لي كويري عليها، بس جاب لي كل الملفات زي ما اتفقنا، سواء ملفات شيرد، سواء ملفات كونفيجريشن، سواء ملفات داتا. طب سي دلوقتي مثلا ان انا عايزه اعرض بس الملفات بتاعه الكونفيجريشن فايلز، بدل ال اللي هستخدم السي. قال لي فعلا دلوقتي انا عارفه طبعا ان في رول عندي مشهوره جدا اللي بتقول لي اي ملف كونفيجريشن المفروض يكون ليه وجود تحت السلاش اي تي سي، جاب لي فعلا كل الملفات اللي تحت السلاش اي تي سي بس. ونفس الكلام بالظبط لو كانت الباكج دلوقتي نوت انستولد كنت هقول له كويري بي سي كويري باكج كونفيجريشن واسم الباكج بتاعتي بالكامل. تمام طب سي ان انا عايز اعرف معلومات عن الباكج دي، هقول له كويري على الانفورميشن بتاعتها انتر. ونفس الكلام لو كانت نوت انستولد كويري باكج انستول واكتب له اسم الباكج بالكامل. قال لي اسمها في اس اف تي بي، الفيرجن بتاعها الريليز. تمام ايه حوار بقى الفيرجن وايه الريليز؟ نرجع تاني كده لاسم الباكج. اسم الباكج بالكامل كانت فين؟ اهي تمام ده اسم الباكج، ده النيم داش 3.0.2 ده الفيرجن بتاع ايه الباكج بتاعتي 10.el7 ده الريليز. ايه الفرق ما بين الفيرجن والريليز؟ الفيرجن ده لو اتغير يبقى معنى كده ان حصل تغيير كبير في الـ في الـ في الـ في الباكج دي، معنى كده ان هي اتكتبت اساسا فروم سكراتش، واحنا بنعمل لها بروجرامنج اساسا او البروجرامرز وهم بيعملوا لها بروجرامنج اتكتبت فروم سكراتش. لكن الريليز، الريليز معناه ان في ماينر تشينج حصل عندي على الايه، على الباكج دي. دوت اس ار سي، ايه اس ار سي؟ ممكن الاقي مثلا بدل اس ار سي انا جايبه هنا اكزامبل في فايل اللي هي 3.8 او 8.6 دي اسم باكج مثلا، اتفقنا ان ده الفيرجن وده الريليز. ممكن الاقي مثلا x68_64 ده الفيرجن بتاع او الاركتكتشر بتاع البروسيسور، يبقى ده معناه ان الباكج دي بتتنستول على ال 32 بت وعلى 64 بت، اي اوبريتنج سيستم سواء 32 بت او 64 بت. تمام ساعات بيجيب لي هنا نو ارك، بدل الكلمه دي كده يجيب لي نو ارك. نو ارك يعني الباكج دي مش بتعتمد على موديل معين للبروسيسور، لا ده ممكن ان هي تعمل لها انستليشن على اي بروسيسور عادي مفيش مشكله. طب بالمره بقى لو انا عايز اعرف اصلا الاركتكتشر بتاع البروسيسور بتاع الماشين بتاعتي ايه، في عندي كذا امر. ممكن مثلا ان انا اقول له ارك، ارك قال لي ان الماشين بتاعتي دي ايه بتسبورت ال 32 بت وبتسبورت ال 64 بت باكجز.
تمام. ممكن كمان يو نيم ماينس، في عندي كذا اوبشن. لو انا قلت له ماينس ماينس هيلب اشهرهم ماينس اي وماينس اور. نجرب كده ماينس اي، يو نيم ماينس اي هيجيب لي معلومات عن السيستم بالكامل. يعني قال لي ان الديستريبيوشن بتاعي ده لينكس، تمام. اسم الماشينه بتاعتي انا كنت مسميها اخر مره www.egcode.com. ده الفيرجن سوري ده الفيرجن اللي هو بتاع الكيرنل ذات نفسه، وده الريليز بتاع الكيرنل، والكيرنل بتاعي بيسبورت 32 بت و64 بت، تمام. اتعمل له كومبايليشن امتى؟ ايه تاني وده طبعا تبع المشروع بتاع الجنو لينكس. في عندي كمان اوبشن اللي هو ماينس ار. ماينس ار هيجيب لي بس الفيرجن بتاع الكيرنل مش اكتر. زي ما اتفقنا في عندي اوبشنز كتير، على سبيل المثال ماينس اس هيجيب لي اسم المكنه، ماينس بي هيجيب لي الفيرجن بتاع الكيرنل، ماينس ام هيجيب لي ده سوري الاسم المكنه، انما ده سوري الاسم الكيرنل ذات نفسه. يعني جربنا كده ماينس اس ان انا تبع الديستريبيوشن بتاع الايه اللينكس. لو انا قلت له ماينس ام بيجيب لي اسم الماشينه، برنت ماشين هاردوير نيم هاردوير. في هنا اوبشن بيعرض لي اسم الماشين ان النود نيم، النود نيم ده اللي بيعرض اسم الماشين، تمام. ده امر كمان مثلا على سبيل المثال، يبقى اخدنا لغايه دلوقتي ارف، واخدنا كمان الامر بتاع يو نيم. ممكن كمان عندي ملف تحت السلاش اي تي سي اسمه ريد هيد داش ريليز، ممكن ان انا اكد على الملف ده، وده برضو جواه نفس المعلومات بالظبط. يعني لو قلت له هنا كات تحت السلاش اي تي سي سلاش ريد هيد داش ريليز انتر، نفس المعلومات. قال لي ان انا تبع ريد هيد انتربرايز لينكس ريليز 7.2. بس يعني يعتبر اشهر امر فيهم اللي بنستخدمه كتير يو نيم مسافه ماينس اي. طيب قلنا تاني، لو انا جيت هنا اكويري على الانفورميشن بتاعت الباكج، تمام، وصلنا لغايه هنا الفيرجن والريليز الاركتكتشر. بقى اتفقنا الاركتكتشر اللي احنا جبناه من امر ارك ده اللي هو الموديل بتاع البروسيسور. انستولد امتى؟ تبع جروب اسمه سيستم انفايرومنت ديمونز. السايز بتاعها بالبايت. اللايسنس ان هي تبع اتفاقيه جي بي ال جنرال بابليك لايسنس. السيجنتشر، ايه السيجنتشر ده؟ المفروض ان اي باكج بيبقى لها سيجنتشر معين. هنتكلم كمان شويه على السيجنتشر ده، وهنعرف ازاي ان انا امانج حوار السيجنتشر. دي معلومات عامه يعني بصفه عامه. اللي انا انترستد فيه دلوقتي الكلمه دي ريلوكيشنز نوت ريلوكيتابل. يعني ايه؟ هي دلوقتي لما انا عملت انستليشن للباكج دي اتحطت فين؟ كنا اخذنا امر قبل كده اسمه ويتش في اس اف تي بي، تمام. قال لي دلوقتي ان الباكج دي راميه نفسها تحت سلاش يو اس اور سلاش بن. لا ده كده في عندي حاجه غلط. هي ويتش للاسف هيجيب لي بس اللي هي الحاجات بتاعه الكومنز، انما ده مش كومند، مفيش عندي كومند اسمه في اس اف تي بي. يعني مثلا لو قلت له ويتش باس دبليو دي، قال لي ان مثلا على سبيل المثال الباينري بتاع باس دبليو دي رامي نفسه تحت سلاش يو اس اور سلاش بن سلاش باس دبليو دي، تمام. لو انا قلت له دلوقتي مثلا ار بي ام كويري على الانفورميشن بتاع باس دبليو دي، قال لي هنا ريلوكيتابل نو برضو نوت ريلوكيتابل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا وانا بانستول الامر ده او الباينري دي ان انا اغير مسار التسطيب بتاعها. دايما هترمي نفسها فين؟ في المسار اللي احنا شفناه يو اس ار سلاش بن سلاش باس دبليو دي، تمام. يبقى في بعض الباكجز بتديني امكانيه ان انا وانا بعمل لها انستليشن اساسا ان انا اغير المسار بتاعها، وفي بعض الباكجز مش بتديني اساسا الامكانيه دي. اعرف ازاي؟ من ان انا بكوري اساسا على الانفورميشن، وبعرف من حته اللي هي ريلوكيشن ريلوكيشنز. طالما قال لي نوت ريلوكيتابل يبقى معنى كده ان الباكج دي ما ينفعش ان انا اغير المسار بتاعها. طب سي مثلا لو الباكج بتاعتي بتنستول ان انا اعمل لها ريلوكيشن اغير المسار بتاعها، اعمل ايه؟ عندي اوبشن الاول كده نعمل ان انستول للباكج دي اي في اف اف تي بي. لو جيت دلوقتي اعمل لها انستول اي في اتش، عندي اوبشن اسمه ماينس ماينس
prefix minus minus prefix واديله هنا البريفكس المسار اللي انا عايزه اساسا ان الباتري دي تبقى انستولد فيه. مثلا هقول له تحت السلاش هوم سلاش داير 1 مثلا على سبيل المثال، وادي له اسم الباكج بتاعتي في اس اف تي بي انتر. طبعا هنا اداني ايرور في الاخر لانه بيقول ان الباكج دي از نوت ريلوكيتبل. تمام. طيب اخدنا دلوقتي الامر ده والان انستول والكويري على ملفات الملفات بصفه عامه، سواء النسخه المتسطبه او نوتنس او مش متسطبه، كويري على الانفورميشن، كويري على الكونفيجريشن فايل، ممكن كمان ان انا اكويري على الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن اللي هي ايه؟ مثلا لو جيت هنا اكويري على الدوكيومنتيشن فايل، طبعا انا دلوقتي هتشيك على نفس الباكج بتاعتي اللي هي في اس اف تي بي كويري باكج الاول عشان كده مش عايز اجيبها. دوكيومنتيشن فيري سكيور اف تي بي، ما كانش عايز يجيبها بس وانا بضغط التاب عشان حرف البي ما كنتش لسه ضغطه. تمام. جاب لي بس المسار بتاع ايه؟ الدوكيومنتيشن فايلز اللي تحت سلاش يو اس ار سلاش شير، ما جابليش اي كونفيجريشن فايلز، ما جابليش اي حاجه ثانيه، ما جابليش مثلا ال ال اي معلومه ثانيه او اللي هي اسمها ايه؟ الداتا فايلز اللي هي تحت السلاش فور، جاب لي بس تحت السلاش يو اس ار سلاش شير. تمام. طيب ده مثلا سي ان انا عايزه اعرف الباكج بتاعتي دي او الامر بتاعي، سوري الامر بتاعي اسم الباكج ذات نفسها ايه. انا مش عارفه اسم الباكج ذات نفسها، انا عارفه الكومنت. طبعا في الاول بشوف المسار، شفناه من امر ويتش بس دبليو دي. تمام. وبعد كده ممكن ار بي ام اكويري على الفايل اللي هو ده، قال لي ان اسم الباكج او الفايل بتاع الباكج هو الاسم ده، طبعا في الاخر بيبقى الامتداد ايه؟ دوت ار بي ام. تمام. دي الطريقه الاولانيه اللي احنا اخدناها للتسطيب. اي باكج في الدنيا المفروض ان هي بيبقى لها سيجنتشر. يعني ايه؟ شركه ريد هات بتيجي على اي باكج تبعها المفروض ان هي بتحط لها سيجنتشر. لو انا عايزه اتشيك على السيجنتشر ده موجود اساسا ولا لا كنوع من السكيورتي، افرض ان الباكج دي مش تبع ريد هات وانا مش ضمنها، انا مش تراستد فيها، عايزه اتاكد فعلا ان هي سايند من موقع ريد هات او من شركه ريد هات ولا لا، ممكن استخدم الاوبشن بتاع ماينس كي. نجرب ده كده، اعمل الاول ان انستول للباكج، هي اصلا مش انستولد. هقول له هنا ار بي ام مسافه ماينس كي كابيتال، الامر ده مش يعمل لها انستول، الامر ده بيتشيك اصلا على الكي بتاعها قبل اساسا ما اعمل لها انستول عشان ابقى تراستد فيها. واقول له فيري سكيور اف تي بي انتر، قال لي الاس اتش اي والام دي 5 از نوت اوكي. بس ثانيه واحده، انا متاكده دلوقتي اساسا ان الباكج بتاعتي دي سايند من شركه ريد هات. كل اللي فيها ان في الاول خالص لازم قبل ما اعمل الامر ده اعمل امبورت اساسا للكيز واحطها جوه السيستم بتاعي. الكيز دي بتبقى موجوده فين؟ في بعض في كيز ممكن ان انا اجيبها من على الاسطوانه، ونفس الكيز بالظبط ممكن ان انا اجيبها من على السيستم ذات نفسه من تحت السلاش اي تي سي. نجرب دي دلوقتي ونجرب كمان شويه للتاني. ممكن اقول له هنا ار بي ام مسافه ماينس ماينس، اعمل امبورت الاول للكيز. طب الكيز دي فين؟ قلنا ان انا ممكن اجيبها من تحت الاسطوانه تحت ميديا ار بي ام داش جي بي جي كيز. تمام. جي بي جي ده اللي هو الالجوريزم اللي مسؤول ان هو بيعمل سيجنتشر على كل باكج. جي بي جي اختصار جينيو برايفسي جورد، جينيو برايفسي جورد جنو جينيو برايفسي جورد ده جي بي جي. لو انا استخدمت التاب كده قال لي انت عندك ملفين، ملف اسمه بيتا وملف اسمه ريليز، طب اعمل امبورت للكيس بتاعتك من اي ملف؟ هحدد له الملف اللي انا عايزاه. لو عايز اعمل امبورت من التو كيس ممكن استخدم طبعا الستار علشان اجيب الكيس من الاثنين من الملفين. تمام. لو جيت المره دي ان انا اقول له ماينس كي
على الباكج دي. قال لي الباكج دي بتاعتك فعلا انستولد او سايند من شركه ريد هات، تقدر ان انت تعملي لها انستليشن، مفيش اي مشكله. نعمل لها كده بقى انستليشن ماينس اي في اتش. في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ نجرب كمان كده نعمل انستليشن لباكج كمان. في باكج ان شاء الله هناخدها في السمستر الجاي، سوري مش السمستر، انا التراك الجاي ادمن 2، اول يوم خالص ان شاء الله هنحتاج الباكج دي. ايه هي اسمها ايه؟ هقول له ار بي ام ماينس اي في اتش. اسم الباكج بتاعتي سيستم كونفيج داش كيك ستارت. الباكج دي هنحتاجها باذن الله لما نيجي نعمل انستليشن للسيستم بتاعي عن طريق ممكن عن طريق انسر فايل. تمام انتر. قال لي لا سوري فيلد ديبندنسز. ليه؟ دي معتمده على باكج اسمها مش عارفه نورك مش عارف اللي هي سيستم كونفيج ديت، ومعتمده كمان على سيستم كونفيج كيبورد، ومعتمده على سيستم كونفيج لانجويجز. انا ممكن ماشي اوكي اجي على نفسي واسطب دي واسطب دي واسطب دي وارجع تاني اسطب الاولانيه. بس انا اول ما اتعلمت لينكس في بدايه حياتي خالص، اول ما جيت اتعلم الار بي ام ما كانش لسه اتعلمت حاجه بعديها اللي هناخدها دلوقتي اسمها اليوم. تمام. انا فاكره كويس قوي اول ما اتعلمته قعدت ليله كامله احاول ان انا استول في باكج. الباكج دي عايزه ديبندنسز، امسك الاولانيه الاقي الثانيه الاولانيه اللي هي الديبندنس الاولانيه عايزه 3 4 ديبندنس غيرها، امسك الاولانيه منها الاقي هي كمان عايزه 3 4. فضلت ماشي اوكي انا نفسي طويل شويه قعدت اجرب الثانيه الثالثه، الاقي بعد كده طلب مني في الاخر واحده اوريدي من الديبندنسز اللي هي عايزه دي. لا خلاص كده متقفله الماشين وخلاص مع نفسه بقى، ده لا لينكس بلا بتاعها. تمام. لغايه ما بعديها على طول عرفنا ان في طول ثانيه بنستخدمها برضو علشان نعمل انستليشن للسوفت وير اسمها يام، ودي احسن طول بنستخدمها اساسا عشان نعمل انستليشن. تقريبا انا خلاص بطلت اشتغل بالار بي ام ده اساسا. يام اختصار يلو دوج ابديتر موديفايد. تمام. ميزه اليام ان هو بيدور على الديبندنسز، بيدور على مين؟ الديبندنسز. يعني هيبدا يتشيك الباكج بتاعتك دي محتاجه 1 2 3 اوكي، هيروح يسطب لك 1 2 3 وبعد كده يسطب الباكج بتاعتك. تمام. فكره اليام ان هو نظام ممكن يبقى عندي سيرفر بنسميه ريبو سيرفر، وهيبقى عندي كمان كلاينت. الريبو سيرفر هو ده اللي انا هحط عليه كل الار بي امات بتاعتي. ريبو اختصار ريبوزيتوري، ريبوزيتوري يعني مخزن. تمام. وده زي ما اتفقنا ده اللي هحط عليه ايه؟ كل الباكجز بتاعتي. طب وبالنسبه للكلاينت؟ بالنسبه للكلاينت هعمل عليه كونفيجريشن فايل دلوقتي تحت السلاش اي تي سي سلاش يام دوت ريبو، ملف كده بصيغه بسنتكس معين، والملف ده هقول له فيه يا كلاينت لما تحب ان انت تسطب اي سوفت وير روح للريبو سيرفر الفلاني. روح لمين؟ للريبو سيرفر الفلاني. ندور كده على المسار ده، انا هعتبر ان الماشين اللي قدامي دي دلوقتي اساسا هي الكلاينت. لو قلت له هنا سي دي تحت سلاش اي تي سي سلاش يام دوت ريبو ال اس كده هلاقي فيه، هو ده انا كنت عملته زمان في اول هلاقي فيه اوريدي في عندي ملف ريبو اسمه ريد هات دوت ريبو. بس للاسف انا مش هقدر ان انا اساسا ادخل على الملف ده، او اقصد يعني ان انا استخدم الريبو ده. لو جيت ادخل كده جواه تمام هو حتى فاضي يعني. ليه؟ بيقول لي اساسا عشان تقدري تستخدمي الريبو او الريبوزيتوري بتاع شركه ريد هات لازم اكون عامله سبسكريبشن ليه. تمام. طيب مفيش مشكله، انا هعمل دلوقتي ريبو بنفسي. تمام. زي ما اتفقنا انا الريبو بتاعي هيبقى على مين؟ على سيرفر. طب افرض دلوقتي مثلا ان انا ما عنديش امكانيه ان يبقى عندي ريبو سيرفر، قال لي بقى ان انا ممكن اعمله لوكالي على الماشين ذات نفسها. تمام. اعمل لوكال ريبو على الماشين ذات نفسها وابدا ان انا ابص على الريبو دي وانستول منها. تمام. نعمل اللوكال ريبو ازاي؟ وانا في المسار ده، وانا في المسار ده تحت سلاش اي تي سي سلاش يام دوت ريبو دوت دي هكريت ملف
اسمه اي حاجة، زي مثلا هسميه لوكال. المهم عندي الامتداد، مصد الامتداد يكون دوت ريبو. يبقى تاني تحت المسار ده هكريت اي ملف باي اسم، تمام. المهم عندي الامتداد بتاعه يكون ايه؟ دوت ريبو. هكتب فيه ايه بقى الملف ده؟ اول حاجة خالص هكتب فيه ليبل. الليبل دي كلمة لك عادي جدا مفيش مشكلة، زي مثلا هكتب هنا لوكال لوكال ده، تمام. بعد كده هقول له نيم، السنتاكس بتاع الملف ده، الاوبشن مسافة او الفاليو، سوري مسافة بيساوي الاوبشن، الفاليو مسافة بيساوي الاوبشن، وكله كابيت او كله سمول ليترز مفيش كابيتال. ادي له برضه هنا اي اسم، زي مثلا هقول له لوكال او لوكالي، اي اسم مفيش عندي مشكلة لوكال، تمام. المهم عندي هنا بقى البيز يو ار ال. ايه البيز يو ار ال؟ طبعا طالما الملف بيلون يبقى انا كده شغلي صح. ايه البيز يو ار ال؟ مسار الريبو فايل او مسار سوري الباكجز اللي انا هروح اجيبها واللي انا هتشيك على الديبندنسز جواها. طب انا عايز اجيبها دلوقتي منين؟ من اللوكال اصلا. طب هو اللوكال موجود عندي فين؟ نفتح شيل ثانيه كده. احنا كنا قلنا ان في امر اسمه دي اف ماينس اتش، والاسطوانة بتاعتي معمول لها ماونتنج تحت سلاش، تحت السلاش ميديا، تمام. وكان معمول لها ماونتنج كمان تحت سلاش يو اس ار سلاش روت، تمام. ممكن ان انا اجيبها من هنا او ممكن ان انا اجيبها من هنا مفيش مشكلة عندي. فهاجي هنا اقول له فايل نقطتين سلاش سلاش، وبعد كده سلاش كمان. السلاش سلاش دي اساسا كده كده تبع السنتكس بتاع الكوماند بتاعي. السلاش التانية المقصود بيها الروت، تمام. الباكج بتاعتي موجوده تحت مين؟ سلاش ميديا. اجيبها احسن من الثانيه لان انا كده بدل ما اضطر ان انا اعمل يو ماونت لسلاش ميديا دي اف ماينس اتش، هجيب المسار ده افضل لان لما ناخد الماونتنج ان شاء الله هنكتشف ان اللي انا عملته ده مش بيرمننت. لكن ميزة المسار اللي انا هاخده دلوقتي ده ان هو اساسا كده كده كل ما المكنة بتاعتي بتقوم المسار ده هيبقى برمان، فعشان كده انا افضل المسار ده. تمام. يبقى تاني فايل نقطتين سلاش سلاش وحط له المسار بتاع النسخة بتاعتي انتر، وبعد كده هقول له انيبل مسافة واحد. واحد يعني ايه؟ يعني الملف ده enabled ان اساسا السيستم يبص عليه كريبوزيتوري فايل لما يحتاج ان هو يسطب برامج. ممكن كمان اقول له ان جي بي جي تشيك، عايزه اعمل جي بي جي تشيك ولا لا؟ ممكن اقول له نو، نو يعني زيرو. لو انا قلت له يس هحتاج كمان سطر زياده هنكتبه كمان شويه بس لما نتست على ده الاول ان شاء الله، تمام. نجرب كده بقى كده، خلصنا مش محتاجه ده، نسيف كده الملف ده، تمام. عشان الاول كده اتشيك على كل الريبوزيتوريز اللي عندي، عندي امر اسمه يم ليست اول عشان يتشيك على كل ملفات الريبوزيتوري اللي عندي، او سوري ده بيتشيك على كل الباكجز اللي انستولد عندي. سوري كان يم كان ايه؟ ريبو ليست. ريبو ليست قال لي دلوقتي فعلا ان انا عندي ريبوزيتوري اسمه لوكال، شكلي كده كاتبه حاجه غلط. هنا مسافة تانية مكانش فيها مسافة؟ في مسافة، الملف فيه مسافة تانية. المسار لا المسار سلاش اي تي سي سلاش يوم دوت
ريبو، تمام. نجيبه تاني كده، cd slash run slash media slash root. هاخده كده من هنا واجي اعدله هنا بس المسافة غلط، وبالتالي كان لازم اساسا اعمل سلاش باك سلاش. دي اللي اثرت عندي، تمام. نتشك تاني كده بقى، ريبو ليست، تشك تاني، تمام. كان لسه بس بتشيك عليه، قال لي فعلا ان انا عندي ملف ريبو الاي دي بتاعه انا مسمياه لوكال، اللي هو كان ما بين قوسين فوق ده، والنيم بتاعي انا كنت مسمياه لوكالي. كده الريبو بتاعي سليم. نبدا بقى ان احنا انستول، هقول له يم. لو عايز انستول طبعا لو قلت له تاب تاب هيجيب لي كل الاوبشنز. الاوبشن اللي انا انترستد فيه دلوقتي انستول سيستم كونفيج داش كيك ستارت. مش شرط ان انا اكتب اسم الار بي ام 100 كامله، جاست بس ان انا بكتب اسم الباكتي، ودي كمان تعتبر من ضمن المميزات بتاعه اليوم. قال لي انت هتحتاجي شويه ديبندنسز، بتشيك دلوقتي على كل الديبندنسز، بيقول لي ده هيبقى انستولد وده هيبقى انستولد، كل دي سوفت ويرز هتبقى انستولد عندك 5 ديبندنت باكجز. عايزه تعملي ايه؟ وطبعا التوتال داونلود اللي هيتعمل لك اساسا 1.7. عايزه تعملي ايه بالظبط؟ عايزه تقولي له يس ان انت تنستول، ولا نو، ولا جاست ان انت تعمله بس داونلود الباكجز دي وخلاص. انا هقول له دلوقتي يس. ادي تاني باكج، تمام. كده عمل انستليشن لكل الباكجز بتاعتي. لو قلت له المره دي سيستم كونفيج داش كيك ستارت، فعلا التول دي بقت انستولد معايا، هي تول كده جي او اي، واتفقنا ان احنا هنبقى نعرف قدام باذن الله التول دي وظيفتها ايه بالظبط، تمام. المهم ان هي فعلا اتعمل لها انستليشن. طب لو انا دلوقتي عايز اعمل لها ريموف، نفس الامر بالظبط، هقول له يم، بس المره دي بدل ما هقول له انستول هقول له ريموف. ثانية واحدة جاوبت دلوقتي يس. هو كده شالها هي بس، لكن لو في حاجات تانية معتمدة عليها بي فيري كيرفول، لأن لو في حاجات تانية معتمدة على الباكج دي هيشيلها في طريقه، تمام. في فرق دلوقتي عبد الله ما بين حاجتين، فرق ما بين ان الباكج دي معتمدة على حاجات، تمام، فهو هيشيل ساعتها الباكج دي بس، انما مش هيشيل اللي هي معتمدة عليه بالظبط، تمام. ففعلا بي فيري كيرفول وانتوا بتستخدموا الاوبشن بتاع ريموف، لان لو الباكج في حاجات تانية معتمد عليها هيشيل كله في طريقه. يبقى خدنا لغايه دلوقتي يم انستول، يم ريموف، في عندي كمان يم ممكن ان انا استخدم ابديت، تمام. ممكن اقول له سيرش، سي ان انا عايزه مثلا انستول باكج معينه اتش تي دي بي دي مثلا على سبيل المثال، وعايزه اعرف هي الباكج دي عندي دلوقتي مش انستولد، تمام. عايزه اعرف دلوقتي ايه هي الباكجز اللي بتنستول عندي الباكج دي. قال لي عندي الباكج الاولانيه اتش تي بي دي ده اسمها، و اتش تي بي ديفل، ومانيوال، وتولز. كل دي ديبندنسز هحتاجها. انا كده ما عملتش انستليشن، انا كده بس بلست الفايلز بتاعتها، تمام. تعالوا نجرب برضو حاجه ثانيه كده، يم سيرش اس اي لينوكس. اس اي لينوكس دي تول كده هنشوفها باذن الله قدام، ده بالظبط كده نظام سكيورتي. لو قلت له انتر، هو للاسف اسم التول ذات نفسها مش اس اي لينوكس، مش هي دي على فكره خالص، الباكج ذات نفسها. ايه ده كله؟ ايه التوهان ده كله؟ ده جايب لي كل الباكجز كمان اللي هي تبقى انستولد، علشان كده في اوبشن افضل من سيرش. ايه هو؟
provides أو what provides. أقول له يم بس للأسف أنا مش لقيها هنا. what w هي provides موجودة إنما what provides مش موجودة. what provides مسافة store على SE Linux. w بقى أوضح شوية. هنا مثلا قال لي ان الباكج الاصليه اسمها بوليسي، لا مش دي، دي كلها لب. كرنل الباكج التانية دبل. تقريبا هي دي، تقريبا دي اسم الباكج بتاعتها. هي دي لب اس اي لينكس دوت دبل. دي تقريبا يعني مش متأكدة انهي واحدة فيهم. عموما يعني ببساطة وكده كده السيستم اساسا بينزل مع الاس اي لينكس. تمام، هي رخامة الاوبشن ده مع اس اي لينكس لان الاس اي لينكس بيعتمد على باكجز كتير قوي، فعشان كده العملية تايهة دلوقتي فيها شوية. لو طول بسيطة نجرب كده مثلا على طول تانية الفيم مثلا على سبيل المثال. قال لي ان اسم الباكج بتاعتي اللي هي مين؟ فيم انهانسد. تمام، طيب يبقى خدنا دلوقتي what provides واتفقنا ان what provides هي بالظبط. لو انا كنت قلت له provides بيديني نفس الاوتبوت بالظبط. نشوف ايه تاني كده. install remove. بالمناسبة ممكن ان انا install minus y. تمام، وممكن برضو ان انا remove minus y. minus y يعني ايه؟ من غير ما يسألني. يعني على سبيل المثال لو حبيت دلوقتي ان انا مثلا اعمل انستول تاني يم انستول ماينس واي لكيك ستارت كيك ستارت، ما سالنيش اساسا المره دي على حاجه، هو مع نفسه عمال يعمل انستليشن. نفس الكلام لو جيت اعمل له ريموف برضو بماينس واي برضه هيعمل له ريموف من غير ما يسالني اي حاجه. تمام، طب بالمره كده تيجي نعمل ريموف يم ريموف مسافه الباش مثلا. واو، بيتشك دلوقتي على الديبندنسي، هيفضل في حدود 3 4 دقايق كده عمال يديني الايرورز اللي عماله تطلع دي، وفي الاخر خالص هيديني ايرور انه مش قادر ان هو يعمل ان انستول للبيش. ليه؟ لان اساسا البرنامج التول اللي انا بستخدمه اليوم معتمده هي ذات نفسها على الباش، فلو انا شلت الباش ازاي اساسا اليوم هيشتغل؟ ففي اخر سطر خالص هيقول ان هيديني ايرور ويقول ان هو مش قادر اساسا يعمل ان انستول للباش. ففي حاجات فعلا ما ينفعش حتى انا كروت ان انا اعمل لها ان انستول بالعقل كده، في ديبندنس عليها. ازاي اعمل انستول او ان انستول لتول. تمام، وفي التول تانية اللي انا بستخدمها دلوقتي اساسا بلت ان عليها او معتمد عليها. قال لي دلوقتي تراينج تو ريموف يوم which is protected، ما قدرش ان هو يشيل اليوم. تمام، طيب ايه تاني ممكن برضو ان انا اقول له؟ سيرش شفناها. لو عايز اعرف معلومات عن الباكج بتاعتي هقول له انفو. انفو ده نفس الاوت بوت بالظبط اللي احنا كنا شفناه اصلا من شويه اللي هو كويري على الانفورميشن. نفس الاوت بوت، حتى اللي هي الكلمه اللي كنا اخدناها بتاعت هي مش موجودة هنا اللي هي بتاعت not relocatable. تمام، كده احنا اتعلمنا ازاي ان انا اعمل local repo. بالمناسبة لو جيت هنا افيم تاني على الملف كده تحت السلاش etc سلاش
الاول قبل ما اعمل الكلام ده بس اعمل ان انستول الباكج بتاعتي ريموف ماينس يم ريموف ماينس واي للسيستم كونفيج كيك ستارت. تمام نو باكج ماركت فور ريموفال، يبقى هي شكلها اساسا كان اخر حاجه انا عملت لها كنت عملت لها ان انستول. لو جيت المره دي اديت بقى جوه الملف هقول له سلاش تحت السلاش اي تي سي يم دوت ريبو. الملف احنا كنا مسميينه لوكال دوت ريبو. تمام احنا اتفقنا ان في عندي اوبشن اسمه جي بي جي تشيك، عايزه اعمل تشيك اصلا على السيجنتشر اللي موجود على الباكج ولا لا. طب لو انا خليته واحد ساعتها في اوبشن تاني لازم استخدمه اللي هو جي بي جي كي مسافه بيساوي. طب فين بقى مسار الجي بي جي كي؟ نجيبه كده، احنا مره جبناه من على الاسطوانه صح، نجيبه المره دي بقى كده من على السيستم. هاخده برده كوبي كده، لو جيت اجيبه من على السيستم ال اس سلاش اي تي سي سلاش بيئه البي كي اي، في عندي هنا انهي واحدة انهي واحدة ار بي ام جي بي جي. تمام وبرضو نفس الكلام لو استخدمت التاب تاب في عندي كذا ملف، يا اما استخدم الستار او مثلا احنا جربنا مرة الستار قبل كده، هاخد مثلا ايه الملف اللي هو اللي اسمه ريليز، اخد ده كده كله كوبي واحطه هنا فايل نقطتين سلاش 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 كمان عشان المسار ذات نفسه وسيف. المرة دي لو جيت اعمل انستول يم انستول سيستم كونفيج جي بي جي سوري كيك ستارت يس، هو هنا عمل لي حركتين، واحدة انستليشن والتانية فيريفيكيشن، بينستول الأول الباكج بتاعتي وبعد كده بيفيريفاي عليها هي سايند فعلا من موقع ريد هات ولا لا. تمام ده احنا اتعلمنا دلوقتي ازاي ان انا اعمل ايه استخدم لوكال ريبو. تمام طب انا هفترض دلوقتي لو انا عايزه استخدم ريبو موجود على السيرفر وانا دلوقتي مش مجهزه مكنه ثانيه، فهنعمل دلوقتي اعتبر ان الماشين اللي قدامي دي هي السيرفر وهي الكلاينت في نفس الوقت. بالمناسبه كده الاول اعمل ريموف للملف اي تي سي، او ممكن بدل ما اعمل له ريموف اعمل له رينيم. تمام تحت السلاش اي تي سي يم دوت ريبو، كان الملف اسمه لوكال دوت ريبو، هديله نفس الاسم بس هنسمي الملف دوت اولت. طالما سميته دوت اولت يبقى معنى كده اساسا ان هو مش هيبص على الملف ده از ريبوزيتوري فايل، هو دايما بيبص على الامتداد اللي هو دوت اولت. تمام ونكريت بقى ملف جديد سلاش اي تي سي سلاش يوم. طبعا كان ممكن ان انا اخد الملف التاني كوبي واعدل فيه بس مش مشكله حتى عشان نتعلم ازاي ان انا اعمله تاني. نمشي بقى خطوات واحده واحده عشان ما نتوهش. الاول انا هتعامل مع الماشين اللي قدامي از السيرفر، الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي هتعامل معاك ايه كسيرفر. الخطوات دي انا بجهز دلوقتي السيرفر. اول حاجه خالص علشان الماشين الكلاينت تقدر ان هي تاخد الملف من على السيرفر لازم يبقى عن طريق بروتوكول، انا بتعامل عن طريق النتورك. بروتوكول زي مين؟ زي مثلا على سبيل المثال الاف تي بي، عشان كده من شويه في الاول خالص سطبت الاف تي بي عشان هحتاجه، او مثلا بروتوكول اتش تي تي بي. تمام الطريقه بتاعه الاتش تي تي بي هي نسخه طبق الاصل من طريقه الاف تي بي، او بروتوكول الان اف اس نتورك فايل شيرنج، ده بروتوكول هناخده في باذن الله قدام شويه، ده بروتوكول الشيرنج ما بين مكانتين لينكس. تمام هستخدم دلوقتي مثلا على سبيل المثال التول بتاعه الاف تي بي، فهاجي على السيرفر واقول له ايه اول حاجه لازم اتشيك ار بي ام ماينس كويري اول جريب ماينس اي على الاف تي بي اتشيك هي انستولد ولا لا. لو مش انستولد ممكن اعمل لها انستليشن بار بي ام عادي جدا، لان ميزه الاف تي بي ان هي مش محتاجه ديبندنسز. تمام بعد كده اقوم السيستم
اقوم السيستم ازاي، او اقوم السيرفيس اقول له ايه سيستم سي تي ال ستارت في اس اف تي بي دي ديمون، وبالمره احطها في الستارت اب انيبل. يبقى انا كده قومت السيرفيس. اول لما بسطب عندي السيرفيس بتاعه الفي اس اف تي بي المفروض ان هي في مسار كده معين تحت السلاش بار، المفروض ان الداتا بتاعه، ما احنا اتفقنا ان بروتوكول الاف تي بي ده وظيفته داونلود وابلود، الملفات اللي انا هعمل لها ابلود او اللي انا هعمل لها داونلود هتبقى موجوده فين؟ في مسار تحت سلاش بار سلاش اف تي بي سلاش باب، المسار بتاع الفايلز او الداتا فايلز بتاع البروتوكول الفي اس اف تي بي تبقى موجوده تحت فين؟ سلاش بار سلاش اف تي بي سلاش باب. فالمفروض ان انا هاخد كوبي من كل ملفات الباكجز اللي هي اللي موجوده تحت اسطوانه ريد هيد واروح احطها بيست على مين؟ المسار ده. بدل ما انا اضيع وقت، طبعا ريكومند ان انا اعمل لها كوبي، انا دلوقتي بدل ما اضيع وقت هعمل ماونتنج للاسطوانه بس تحت المسار ده وخلاص عشان تصير تحت المسار ده، بس زي ما اتفقنا ده مش ريكومندد لان الماونتنج اللي احنا بنعمله دلوقتي ده مش بيرمننت، وبالتالي لو الماشينه بتاعتي اترستت ولا حاجه هتعمل مشكله. دي حاجه تانية الاسطوانه ممكن اشيلها، تمام؟ فهقول له هنا ماونت للسلاش ديف سلاش سي دي روم، هحطها تحت سلاش فور سلاش اف تي بي سلاش باب. قال لي ان هي كده اتعمل لها فعلا ماونتنج، والماونتنج نوعه رايت بروتكتد، يعني ايه؟ ريد اونلي، ده اسطوانه ما ينفعش ان انا اديت فيها، تمام؟ لو جيت كده اقول له ال اس سلاش فور سلاش اف تي بي باب، فعلا الاسطوانه اتعمل لها ماونتنج في المسار ده. عايزه تشيك بقى الاول كده، تشيك كده على الاي بي الادرس بتاع ده، اي بي ادر شو اخر حاجه احنا كنا عاملينها، كنا مدين الماشينه دي اي بي 192.168.20، تمام؟ هو انا عارفه ان هيحصل معايا دلوقتي مشكله، بس ماشي اوكي نستر المشكله وبعد كده ايه نستر كده الفايرفوكس. عايزه تست بس الاول على الاف تي بي سيرفر بتاعي كده قايم وتمام وشغال ولا لا. فلو دخلت على الفايلز على الفايرفوكس، لو جيت هنا قلت له اف تي بي نقطتين سلاش سلاش الاي بي بتاع الماشين، طبعا لنظرا ان انا على الماشين ذات نفسها كان ممكن اقول له 127.0.0.1، بس احنا بنفترض ان الراجل اللي جاي لي من بعيد، الكلاينت اللي جاي لي من بعيد، طبعا لازم يكتب اي بي مين؟ السيرفر ده. نضغط انتر حتى كده باب. هو تقريبا احنا كنا عاملين اس اي لينوكس قبل كده موقفينها، شكلنا كنا موقفينها عموما بالديفولت. لو انا ما كنتش قبل كده وقفت الاس اي لينوكس كان هيديني ايرور هنا، تمام؟ احل ساعتها الايرور ازاي؟ هقول له اس اي لينوكس مسافه 0، انا كده بعمل له اس اي لينوكس، سوري الامر بتاعه سيت انفورس، انا اسف سيت انفورس مسافه 0، تمام؟ ده كده بعمل ديسيبل لمين؟ للفيتشر بتاع السكيورتي اللي هو الاس اي لينوكس. حاجه كمان، لو حد جاي من بعيد نظرا لان انا بتست على الماشين ذات نفسها فمش هيحصل عندي مشكله في الفاير وول، لكن لو حد جاي لي من بعيد هيحصل مشكله في الفاير وول. فلغايه ما ناخد الفاير وول ازاي افتح بورت عليه هعمل له ديسيبل دلوقتي، تمام؟ اعمل له ديسيبل ازاي؟ هقول له سيستم سي تي ال مسافه ستوب سيستم سي تي ال ستوب فاير وول دي سيستم، غلط سيستم سي تي ال ستوب فاير وول دي، تمام؟ اي حد دلوقتي المفروض ان هو هيتست عن طريق النتورك المفروض ان هو هيشوف مين؟ الماشينه دي. ده كده الجزء الخاص بمين؟ بالسيرفر. طب الجزء بقى الخاص بالكلاينت، احنا اتفقنا ان هعملهم على نفس الماشين. الجزء بقى الخاص بالكلاينت، الكلاينت هيجي يكريت ملف الريبوزيتوري، بس هيحط في ملف الريبوزيتوري المره دي ان مين، تمام؟ هقول له دلوقتي تحت سلاش اي تي سي سلاش يوم دوت ريبو دوت دي، تمام؟
وبعد كده هكريت مثلا ملف ريبو جديد نسميه مثلا سيرفر 1 دوت ريبو. هكتب فيه ايه بقى الملف ده؟ زي ما اتفقنا هديله ليبل نسميه مثلا سيرفر 1 تمام، واديله النيم بتاعي سيرفر او نتورك وات ايفر تمام، البيز يو ار ال اف تي بي نقطتين سلاش سلاش، الاي بي بتاعي 192.168.1 دوت، وكان 1.20 على باب تمام. بعد كده انيبل بيساوي 1 بالمره. لو حبيت ان انا اعمل جي بي جي تشيك نفس الطريقه بالظبط، اقول جي بي جي تشيك زي مثلا هخليه بواحد. طيب والجي بي جي كي فايل نقطتين سلاش سلاش، نجيب كده المسار تاني ايه؟ لا الفايلز الكيس ذات نفسها مش الباكجز، انا دلوقتي ما عملتش ماونتنج الا للباكجز بس تمام. انا هعمل امبورت ما خد بالك انا دلوقتي كنت عامله امبورت للفايلز من تحت مين؟ تحت سلاش اي تي سي تمام. لو انت عايز تعمل امبورت للملفات اللي موجوده اوريدي تحت الاسطوانه مفيش مشكله، بس ساعتها المسار هيتغير. لا بالعكس انا افضل ده لان ده بيرمننت على السيستم على طول. مش انا فاهم، هو المفروض الاولين دلوقتي احنا عاملينه وادين للبيرمننت، هو ده يعني احنا المفروض برضه لما نيجي نعملها ننقل الكيس في نفس المسار على السيرفر ما بقول اف تي بي عشان مين؟ دلوقتي انا بتكلم من وجهه نظر الكلاينت تمام. تمام مش فاهمه قصدك قوي، بص انا بتكلم من وجهه نظر الكلاينت زي ما هو عليه ملف الباكجز اللي هو الريبو هيرجع يجيب منها، يبقى عليه كيس برضه اللي هو. فهمت قصدك تمام. ممكن بس انا دلوقتي مثلا افرض ان انا مش عارفه مسار الملفات بتاعه الكيس تحت الاسطوانه، فالاضمن بالنسبه لي ايه؟ هنقلها كوبي هناك واعمل مسار. عموما لو انت عايز تعملها عن طريق الاف تي بي هتقول له 192.168.20 على باب على المسار على المسار بتاع اللي هي مين؟ ريد هيت الكيس تمام؟ وات ايفر الاثنين يعني صح. اتاكد بس كده احنا شغالين صح. فايل كي تمام كي. بعد كده انا خلصت كده، انا عملت ايه؟ ظبطت السيرفر وظبطت الكلاينت. نتست بقى، ممكن اقول له يم انستول نجرب مثلا باكج زي مين مثلا على سبيل المثال. الاول كده اتشيك بس كده على الريبوزيتوريز، احنا اتفقنا ان الاوبشن اللي احنا بنستخدمه هنا ريبو ليست قال لي فعلا هنا ان في عندي ريبو الاي دي بتاعه 1 وطبعا القديم اختفى لان انا غيرت الامتداد بتاعه تمام. ننستول مثلا باكج زي اتش تي تي بي دي يم انستول اتش تي تي بي دي انتر. الباكج دي محتاجه اساسا ديبندنسز كتير يس ادي باكج الثانيه الثالثه الرابعه. وبعد ما هيعمل انستليشن هيعمل فيريفيكيشن، خلص الانستليشن وخلص الايه فيريفيكيشن. لو جيت دلوقتي كده اكويري على الباكج دي ار بي ام ماينس كويري قول جريب على اتش تي تي بي فعلا الباكج بتاعت الاتش تي بي دلوقتي بقت انستولد عندي اتش تي بي تمام. كده في اي مشكله في الجزء ده؟ تمام. ده كده الريموت ريبو واللوكال ريبو ودي كل الاوامر اللي احنا احتاجناها. طيب ريبو ليست اتفقنا ان هو بيعرض لي كل الريبوزيتوريز. ليست اول شفناها اللي هي كانت بتعرض لي كل الافيلبل باكجز انستولد باكجز سوري كل الافيلبل باكجز سواء انستولد او نوت انستولد. لكن لو انا عايزه طالما استخدمت الاوبشن قول، لكن لو عايزه اشوف كل الانستولد باكجز بس عندي يوم ليست مسافه انستولد تمام. نجربها كده يوم ليست انستولد. ها
هيجيب لي بس هنا الباكجز بس مين الانستولد معايا. طيب وشفنا البروفايدز والوات بروفايدز، وشفنا ان انا لو حاولت ان انا اعمل ريموف للباش هيحصل عندي مشكله. تمام لو انا عايز اعرف معلومات برضو عن الكيرنل عن طريق امر يم، احنا شفنا اليو نيم وشفنا الكلام ده كله، ممكن كمان ان انا اقول له ايه يم ليست كيرنل عشان اعرف فيه عندي كام كيرنل اصلا انستولد على السيستم بتاعي، لان ممكن يكون مثلا نزل فيرجن جديد من الكيرنل واعمل له انستليشن تحت السلاش بوت ويبقى عندي اتنين كيرنل، ممكن ان انا ابوت من النسخه المور ستيبل بالنسبه لي. طبعا انا عندي هنا ده سيستم كلين انستليشن معلوش الا كيرنل واحد بس، انا مش عامله اي انستليشن لاي كيرنل ثاني. تمام اللوجز بقى بتتحط عندي فين؟ بتتحط تحت سلاش بار سلاش لوج سلاش يام دوت لوج. نجرب كده، لو قلت له تيل ماينس، احنا قلنا تيل ماينس اف بيعمل لي ايه؟ بيعرض لي الملفات وبيعرض لي السطور في الـ في الـ في الريل تايم تحت السلاش فور فور لوج يام. على سبيل المثال قال لي ان انا عملت انستليشن الباكج اللي اسمها اتش تي بي دي، تمام، وطبعا دي كانت الديبندنس بتاعتها، وعملنا انستليشن كمان للسيستم كونفيج كيك ستارت، بيجيب لي هيستوري باخر 10 سطور انا عملتها. تمام اخر حاجه بقى لو قلت له هنا يم هيستوري، يم هيستوري بيجيب لي اخر اكشنز انا عملتها. على سبيل المثال مثلا الروت عمل ايه؟ عمل انستليشن الساعه كذا، وعمل انستليشن مش عارفه كام الساعه كذا، عمل ايريز الساعه كذا. تمام يبقى بيجيب لي اساسا الاكشنز اللي الروت عملها بالديت والتايم. طب سي مثلا اكشن زي ده زي 6 ده انا عايزه اعمل له يعني اعكسه، يبقى هقول له نفس الامر هيستوري، لو استخدمت الهيلب هلاقي فيه هنا اوبشن اسمه ماينس ريدو. مش ريدو التاني اندو، فين اندو هنا؟ هاي اندو مسافة رقم الاكشن، هو رقم الاكشن الاول رقم الاكشن. احنا اتفقنا مثلا انا عايز اعكس الاكشن اللي كان رقم كام؟ 6 مثلا على سبيل المثال، هقول له اندو 6. ابدا بقى طبعا عيني تبقى في وسط راسي اشوف انا بعمل ايه بالظبط. قال لي ان الاكشن رقم 6 ده كان بيعمل انستول للباكج اللي هو سيستم كونفيج كيك ستارت، وانت كده هتعملي له ريموف. هقول له تمام كده. في اي مشكله في الانستولينج انستليشن للباكجز؟